يا جماعه انا هلا بالاستديو اللي اخذه عمر جديد هون. مثل ما انكم شايفين هون في عده التسجيل والتصوير وكل شيء، جوا في الجيتارات، بس ما هون حكينا انه عمر قد ما انا متحمس اخذ جيتار معه على الحمام. هذا ميازل جوا الحمام، ما بده يضيع وقت قد ما انا متحمس. عمر مطول، يلا يا زلمه محصور. شو عم تعمل؟ لا تصور، عم تنزل من الحمام بربوش. يا جماعه لا مو هيك شو وضعك؟ لا والله يا جماعه عندي سبب، والله عندي سبب، عن جد عندي سبب، عندي سبب. اسمعوا 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 حالكم، اسمعوا شوفوا السبب، اسمعوا السبب، اسمعوا اسمعوا. شوفوا يا جماعه، يا جماعه هون في صدى، انا بالاستديو جوا مخنوق، فانا قلت حبيت اسمع الجيتار وهو صدى. يا جماعه هون في صدى. يا جماعه والله انا ما بعزف بالحمام، والله عجبنا بعزف بالحمام، بس هون كان في صدى. صدى حب اشوف الفرق بين الصدى وبين العزل عشان اتاكد انه عزل. ارض مايلة على فكرة، لا اختك كذبة. اه كيف؟ قلت الرقص ارض مايلة. اوكي يا جماعة، بما انه صارت وصارت، خليني اعرفكم على الاستوديو اللي بلشنا فيه. شو عم تساوي؟ فايت معه على الحمام. عم مسح الجيتار. خليني اعرفكم على العده. جبنا عده احترافيه، جبنا مونيتور ستيشن نوع هنيك، جبنا سبيكرات نوع فوكال 5 انش، وعندي بيرفكت نوكس، وعندي شو ضلنا كمان، واللابتوب، وشويه ديكورات ديكوريشن، والعزل الحلو كتير. طيب هي غرفه الكنترول بالاضافه الى جيتاري. حاج تمسح جيتاري بالاضافه الى الجيتارات، عندي الجيتاري هذا والغرفه هذيك اللي رايح عليها. هاي غرفه كنترول، بنروح منها الى غرفه هاي الكواليس هون على اساس الكواليس، بنروح منها هون الكواليس، بنروح منها الى الغرفه الثانيه هي غرفه التسجيل. فالمكسج بقعد جوا هون، بقعد اللي يسجل. طبعا هي جيتاراتي، جيتار الكتريك، جيتار الباص. هون غرفه التسجيل مطله لغرفه طبعا هو عم يعزف هلا، بصوت عالي بس ما عم نقدر نسمعه لان العزل كثير قوي. يعني تصوروا في بابين، يعني هي باب واحد وهي باب الثاني. كل غرفه لها مدخلين ومطلعين، وكل مدخل له بابين وكل مطلع له بابين. يعني غرفه حال عندها اربع ابواب، حتى اروح من هون لهون بدي اقطع خمس ابواب في باب الكواليس كمان. هي غرفه لسه فاضيه، ما بنعرف شو فيها لسه، عم نفكر. هو هذا المحل كان اثري، رح افرجيكم كمان، فيه استوديو صوت، فيه ورك سبيسز، فيه مسرح. اوكي في هون ورك سبيس اللي حابب يشتغل على اللابتوب واللي برندر واللي كذا وبلا بلا بلا. كمل لكم، في هون العزف، الاستوديو الثاني، في هون المطبخ، الكنترول روم، هي تبعت المسرح، افتح الاضاءه. هاي غرفة الكنترول، هي الغرفة اللي بنتحكم فيها الصوت والإضاءة بالمسرح. مسرح واعي يساري، رح فرجيكم اياه هلا. المسرح، وهذا هو المسرح. هي المسرح، هون كراسي تقريبا يسع على 50 إلى 60 شخص. الحلو بالمسرح كثير حبيت أكثر شيء فيه أرضيته. أرضيته إذا لاحظتوا هي حجر، هي بلور تحتها حجر، هذا الحجر أثري كمان، فكان هو حمام تركي قديما كثير، كان حمام تركي. فهذا الحمام التركي كان نوعا ما مثل دويرة حجرية ويقعدوا الناس على الأطراف. فهي هون في كان حمام التركي، فحبيت لما إعادوا بناء هذا المكان حبيت إنه حطوا فوقه أرضية بلورية بحيث يطل لتحت، وطي أرضية المسرح هي بلور تحتها حجر أثري، وهذا الشيء كتير حلو. هون في كراسي، هون المسرح. أنزل، اسم المحل اللي أنا فيه حاليا هو كولتر، هذا شعاره كولتر. كثير اعمال رح تصير، كثير اعمال رح تصير، في كثير اعمال قديمه جديده مع كثير ناس مشاهير وفنانين، ترقبوا عن جد كثير بهذا المكان كولتر.
يلي حابب يتواصل معي بخصوص هذا المكان ولا يتواصل معي يعمل لي زيارة على المكان بنور أهل وسهلا، تواصلوا معي على حسابي الإنستغرام ورح أحاول على قدر الإمكان عدد من الرسائل. طبعا نحن حاليا بوضعية تحضير، يعني عم نحضر فقط الميكروفون ده يكون بهذيك الغرفة، غرفة التسجيل هذيك، لأني الجيتار ده يكون هناك، ده يكون هون في ديكوريشن أكتر، ولكن حاليا عم نظبط، عم ندرس الوضع كذا وعم نجيب العدة. اليوم جبت العدة جديدة كتير كتير، بحبيت بصوركم هذا البلوج الصغير أحكي لكم فيه عن مشروعي الجديد، مشروع كولتر، إن شاء الله يعجبكم، تسمعوا أخبار كتير 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 حلوة وفنية من هذا المكان. أهم شيء الغرفة الثالثة، الاستوديو الثالث هو الدبليو سي، تمام الدبليو سي. بس والله الصدى هنيك زي تقول ريفيرب، تقول واحد فتح ديلاي وايكو مع بعض، ما شيء غريب تحس والله. شيك شيك والله، تدخل 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 ايوه، حس حس شيك حس والله، فيها فيها صدى، حس حس بالموسيقى، حس بالموسيقى داخل الحمام. ايوه يا طلاب ما عايش نتنوع. شو انت حاسس اللي تحت عزف بالحمام؟ واو عم سوي شو عم تسوي؟ يا جماعة لكم شغلة بس معلومة، الساعة 2 بالليل، الساعة 2 بالليل ما في حدا هون، وبحاول ظبط المحل وعم بركب الأزحاج الجيران يطلعوا، عم بحاول ظبط المحل ظبط الاستوديو مدري شو، الساعة 2 بالليل وشو خطر له يصورني فيديو ما بعرف، أنا بالحمام يا زلمة، حتى الساعة 2 بالليل ما واحد بس بيرتاح يا زلمة، طلع مسك بالحمام ابن الحمام واحد بيرتاح، وين بده يرتاح؟ سلام يا جماعة، بتمنى أكون ما أخذت من وقتكم كثير وأحبكم كلكم.